بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بادئ ذي بدء، أود أن أتطرق لحدث مهم جدا شغل الرأي العام، وكان حديث أهل الكويت بشأن ما ورد من تقارير صحفية لإحدى الصحف المحلية عن ما ورد في صحيفة الجارديان وصدور أحكام تتعلق برشاوة وفساد من خلال تعاملات شركة إيرباص الفرنسية. الحقيقة يا أخوان، أنا اطلعت على الحكم الصادر من المحاكم البريطانية بهذا الشأن، والذي أدان إيرباص وخمس دول تحديداً التي حدثت فيها فساد ورشاوة، ولم يتبين تورط شركة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركة من الشركات التجارية العاملة في الكويت أو أي جهة كويتية. والحقيقة يا أخوان، ما كان بودي أن أتكلم بهذا الموضوع لولا محاولة البعض زج اسمي وإقحامي في هذه القضية، وإن الحكم البريطاني قد أورد اسمي، وإنه سيتم الحجز على ممتلكاتي وغيره، والذي انتشر في الواتساب، وكذلك التسجيل الصوتي الذي يتهمني بالتورط في هذه القضية، والذي صدر من أحد المرشحين السابقين، والذي مع الأسف الشديد المحسوب على الإسلاميين، يعني ظلم وزور وبهتان مبين. وبالبحث في حيثيات الحكم واللي راح أزودكم فيه، لم يترم ذكر اسمي أو أي مسؤول حكومي أو أي شخص كويتي على الإطلاق، لم يتم ذكر اسمي أو أي مسؤول حكومي أو أي شخص كويتي نهائياً على الإطلاق. وبودي أيها الأخوة أن أبين للرأي العام ولأهل الكويت تسلسل سير صفقة الإيرباص ومن أول مرحلة إلى حين إتمام التعاقد، ومن واقع المستندات الدالة، ودوري أنا وموقفي منها وما اتخذته من إجراءات بما يمليه عليه ضميري ومخافة ربي وبري والتزامي بقسم الدستوري بالمحافظة على حرمة المال العام، والذي يشهد به كل القياديين والمسؤولين والموظفين إبان تولي وزارة المواصلات في الحكومة السابقة. فبداية الصفقة أيها الأخوة كانت في تاريخ 11 مارس 2013 بدأت إجراءات الصفقة. أنا توليت الوزارة في شهر 8 2013، أي بعد 3 شهور من البدء في إجراءات سير الصفقة. وهذا خطاب صادر من الأخ سامي النصف، رئيس مجلس شركة الكويتية الأسبق، موجه إلى الأخ بدر السعد العضو المنتدب لهيئة العامة للاستثمار، يخطره ببدء العروض والأسعار لشراء الطائرات من الطائرات الكويتية. هذا أول خطاب. رد عليه الأخ الكريم بدر السعد خطاب في 12/3، يقول له وفق قانون رقم 22 لسنة 2012
فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المسؤولة عن شراء الطائرات، ويعتبر ذلك من صميم اختصاصها واختصاص مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي، وذلك بناء على المرسوم سالف الذكر. وإن الهيئة العامة للاستثمار تعتبر الجمعية العمومية العادية والغير عادية وفق للشركة وفقا لذات المرسوم والقانون. في 7 مايو 2013 هذا محضر اجتماع لجنة شراء الطائرات، والذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، مدير إدارة العمليات، مدير إدارة الهندسة، مدير دائرة التسويق والمبيعات، مدير الدائرة المالية، ومدير الدائرة القانونية، ومستشارة مجلس الإدارة الدكتورة أماني بروسلي المستشارة المالية لمجلس الإدارة. هذا جدول أعمالهم ومحضرة المراجعة النهائية لاختيار الطائرات المطلوب شرائها واستئجارها والتكلفة المالية. وافقت لجنة شراء الطائرات بإجماع أعضائها اللي ذكرتم توا، بإجماع أعضائها وافقوا على هذه الصفقة من حيث الجانب المالي والجانب الفني والجانب القانوني. بعدها بيوم واحد في 8/5 اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ووافق مجلس الإدارة على ما جاء في تقرير لجنة شراء الطائرات المؤرخ في 7/5 باختيار العرض المقدم من شركة الإيرباص، وذلك بناء على إجماع أعضاء اللجنة على جدول الجوانب الفنية والمالية للعرض المقدم من شركة إيرباص. في 13/5 وجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطاب إلى الأخ وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات الأسبق، وجه له خطاب اختار بموافقة شركة الخطوط الجوية الكويتية على عرض شركة الإيرباص والموافقة على الشراء والتعاقد. بعدها خطاب صادر من الأخ أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2013 موجه إلى وزير المواصلات ووزير الدولة شؤون الإسكان الأسبق. شي يقول الخطاب؟ يقول: أحيط مجلس الوزراء علماً بإفادة وزير المواصلات بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية بشراء الطائرات، وقد زود وزير المواصلات آنذاك مجلس الوزراء بعدد الطائرات 25 طائرة، 10 طائرة من نوع و15 طائرة من نوع، وحدد في هذا الخطاب سعر الصفقة، زود مجلس الوزراء في سعر الصفقة، وأحيط مجلس الوزراء علماً بمواصفات الصفقة وسعر الصفقة وعددها، وبناء على الموافقات اللي ذكرتها لكم. في 14/11 بعد هذا التاريخ أنا في 8/8 توليت مهامي في وزارة المواصلات، فكل هالموافقات وتحديد الأسعار والمواصفات وعدد الطائرات وإقرارها لم أكن وزيراً للمواصلات، بل لم أكن نائباً. في 14/11 بعث لي خطاب رئيس مجلس الإدارة، بعث لي أنا خطاب يخطرني بمذكرة بحيثيات إقرار اختيار الإيرباص، يحدثني وش يقول لي؟ يأكد لي في هذا الخطاب بأن وفق المرسوم
شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المعنية بالتفاوض وبالشراء وبتحديد الأسعار، ويذكر لي يقول لي إن إحنا وافقنا، وزودني في هذا الخطاب بهذه المرفقات اللي أنا الحين تليتها عليكم، كل هالمرفقات مرفقة بهذا الخطاب، يطلب مني أو يخطرني بأننا شو يقول الخطاب الأخ رئيس مجلس الإدارة الأخ الكريم سامي النصف، يقول ونحن على بعد أيام في 14/11 ونحن على بعد أيام قليلة من إنهاء صفقة شراء وتأجير الطائرات مع شركة الإيرباص، على بعد أيام من توقيع الصفقة في 30/11 جاني هم خطاب من مجلس إدارة الكويتية، طبعا بعد ما ان في هذا المجلس لم يكن العضو السابق موجود معاهم، بعثوا لي وقالوا لي بأن شركة الإيرباص قالت لهم يعني احنا نريد التوقيع معاكم إذا كنتوا راغبين، ولا بلغونا بعدم رضاكم حتى نتجه إلى دولة أخرى. فخاطبوني وقالوا لي نحن نريد أن نعتمد الصفقة اللي أقرها مجلس إدارة المجتمع في 8/5 اللي قلت لكم عنه، وحددوا لي نفس الأسعار التي وردت في موافقة مجلس الإدارة السابق. يعني قالوا إن إحنا نبي نقر الصفقة بمواصفاتها بأعدادها بأنواعها بسعرها المتفق عليه، فنريد دعمك. بعدها أيها الأخوة جاني اتصال من أحد أعضاء مجلس الإدارة بعد الكتاب هذا ما وصلني، وقال أود أن أخطرك بأن في حال عدم إتمام هذه الصفقة سوف يقوم مجلس الإدارة بتقديم استقالته، نحن لا نريد أن نتحمل المسؤولية لو لا سمح الله عند حدوث أي كارثة. شركات التأمين رافضة تجدد تأمين طائراتنا وتعتبرها متهالكة، والمطارات الأوروبية رافضة استقبال طائراتنا في مطاراتها، ونحن لا ما عندنا استعداد أن نتحمل مسؤولية لا حدث أي مكروه لا قدر الله. هني بدأ دوري، هني بدأ دوري بخطابين. خطاب الأول وجهته في 2/12 بعد 3 أيام من خطابهم، اطلعت على كتابكم اللي شرحت لكم برغبتكم برغبة مجلس إدارة بتعجيل تحديث الأسطول، وقلت لهم ونحن إذ نبارك هذه الخطوة استجابة لدواعي المصلحة العامة وتحقيقا لحلم وأماني أهل الكويت الذين يتطلعون إلى اليوم الذين يباهون فيه ويفتخرون بأسطولهم الوطني، وهو يسترجع أمجاده القديمة والتي لا تروق للبعض، وتلبية لرغبة الكافة في ضرورة الأخذ بيد هذا المرفق الوطني الهام، فإنني أدعوكم إلى ضرورة استيفاء كافة الإجراءات الفنية والقانونية والمالية حسب الأنظمة المرعية وبما يتفق مع القوانين السارية في البلاد، مع ضرورة الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار وأخذ موافقتها الخطية ضماناً لسلامة الإجراءات وتحقيقاً لأعلى درجات الشفافية وتوفيراً لأقصى مراتب الحماية للمال العام. بعدها أيها الأخوة 3 أيام وجهت خطاب إلى الأخ الكريم رئيس ديوان المحاسبة العم عبد العزيز العدساني طيب الله ثراه،
وبلغته وقلت له أن الخطوط الجوية الكويتية لديها رغبة في تعجيل في شراء طائرات من شركة إيرباص، وأنا باركت لهم ومشترط أن يتم ذلك في إطار محكم من الضوابط الفنية والقانونية والمالية والمبادئ القانونية المقررة وبمراعاة القوانين النافذة والنظم المرعية في البلاد، ضماناً للشفافية وتصوناً لحرمة المال العام، وذلك بعد أخذ موافقة خطية من الهيئة العامة للاستثمار. وطلبت من رئيس ديوان المحاسبة، ونحن ندعوكم إلى تكليف من ترشحونه من المراقبين الفنيين بالديوان للاشتراك في هذا العمل الوطني الجاد بصفة مراقب أثناء مراحل التعامل مع الشركة المصنعة. وتعمت وقصد أحط نسخة لرئيس مجلس إدارة الكويتية. يا رئيس مجلس إدارة الكويتية، بعث لك كتاب ودعيتك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وترى بعث لديوان المحاسبة وراح يشق الكشافات عليكم. هني أيها الأخوة، بعد هذا الخطاب أنا انتهى دوري. الشركة وفق القانون هي مسؤولة عن الشراء وهي مسؤولة عن التفاوض، وهي مسؤولة عن التفاوض، وهي وفق القانون مسؤولة عن كل شيء. كلمة أود أن أوجهها في نهاية هذا السرد لإخواني وأبناء وطني العزيز فيما يتعلق بالتسرع في اتهام الآخرين قبل التثبت. فالإنسان رأس ماله الحقيقي سمعته وشرفه. فأنا أثبت وأوضحت كل الحقائق وبالمستندات والتي تؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحمي وتصون حرمة المال العام في حدود صلاحياتي المقررة في القانون. وفي الختام، فأنني أتفهم قرب انتهاء الفصل التشريعي وقرب الانتخابات، لكن أن يصل الأمر إلى حد الافتراء والبهتان المبين والعياذ بالله، يجب على الأخوة الطامحين لعضوية المجلس أن تكون منافستهم على استقطاب الناخب وإقناعه من خلال رؤيته وأفكاره ومن خلال الأداء المميز والطرح الوطني. هذا هو المعيار الحقيقي الذي يستقطب به الناخب. فالمواطن الكويتي فطن وصاحب تجربة انتخابية طويلة، فليس الطعن والتشهير والكذب، فنحن جميعاً أبناء وطن واحد، واللي يجمعنا أكثر وأكبر من اللي فرقنا. فمن ينثر بذور الفتنة في موسم الانتخابات ليصل إلى البرلمان سيحصد بالمجلس الاختلاف والشقاق والمشاكل والمناكفات بدلاً من التعاون والتفاهم والإنجاز. الله يحفظ ديرتنا الحبيبة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.